طيب احنا شفنا الان انه فعليا انا هيك ممكن ابدا احط اللوجيك تبعي في موضوع الفاليديشن بدل ما اترك الموضوع عند اللارافيل. الان فعليا لو بدنا نشوف كيف اللارافيل بتتعامل، في خلينا نحكي في عندنا ميثودز ثانيه مثلا غير الايروز، مثلا ممكن نحكي الفيلد. الان هذا الفيلد شو بترجع لي؟ في عندي عشان اميز في عندي ميثود اسمها فيلز، في عندي ميثود اسمها فيلد. الان الفيلد شو بترجع؟ بترجع لي شو الرولز اللي صار فيها المشكله. يعني مثلا حقل النيم في الرول اللي اسمها ريكوايرد هنا صارت المشكله. بس خلينا نرجع الريكوايرد، او انا رجعت او في النلبل كمان. اوكي نعمل باك، نعمل سيف. هنا الفيلد، الان الفيلد ما رجعت ليش رساله الخطا، بس رجعت لي انه النيم فشل بسبب الرول تبعت الريكوايرد. حقل البيرنت اي دي صار في فشل لانه في موضوع الانتجر. طب في الاول ما كانش يعطيني هذا الايرور، يعني قبل شوي احنا كنا نعمل سبميت تمام للنو بيرنت ونعمل سيف، ما كانش يعتبر في عندنا مشكله. لان انا بمجرد ما عملت شلت النلبل من هنا انا كنت ضايف هنا نلبل، لما كنا ضايفين النلبل ما كانش يعطيني هذا الايرور، ما كانش يعطيني فاليديشن ايرور على البيرنت اي دي. بمجرد ما ضفت ما شلت النلبل صار يعطيني فاليديشن ايرور، صار يحكي لي انت القيمه اللي بعتها مش انتجر تمام، اعطانا هنا الرساله او سبب الفشل انه القيمه مش انتجر. عشان هيك في بعض الاحيان الرول تبعت النلبل هي فعليا لا تستخدم للتشيك، بس تستخدم عشان استثني عمليه التشيك. بمعنى انا عندي حقل البيرنت اي دي فعليا، خلينا حتى في الكود حيكون اوضح اكيد. البيرنت اي دي لما يكون قيمته نال، او لما انا اتركه نو بيرنت، ايش انا حاطط في الفاليو هنا؟ فاضي. وهذا ضروري اني اعملها الخطوه هاي، لان لو ما عملت زي هيك وتركت الاوبشن زي هيك فاضي، اكيد بتحكي انا الفاليو فيش عندي فاليو، فليش احط فاليو؟ بشيله صح؟ ايش حيعتبره؟ لا فعليا في قيمة حتنبعت. القيمة اللي حتنبعت في هاي الحالة هي نفس القيمة اللي انت شايفها، يعني حصير الفاليو نفس قيمة التكست، وهذه اكيد مشكلة لانه انا ما عني تكون القيمة فاضية تمام. هذه النقطة ما لهاش علاقة الان في موضوع الفاليديشن، بس بنتكلم بشكل عام في ال HTML. لو انا حذفت الاتريبيوت تبع الفاليو من الاوبشن، في هاي الحالة حتكون الفاليو تبع هذا الاوبشن هو نفس التكست اللي انا شايفه. فبدنا ننتبه، ممكن ما اكونش هدفي زي هيك، فبدنا ننتبه للنقطة هاي. عشان هيك في هاي لو انا معني اني اعتبر هذه القيمة نل او فاضية، فلازم بشكل صريح اضيف اتريبيوت الفاليو هذا، واحط فيه الفاليو اسيبها فاضية زي هيك. طيب هذه تعتبر كداتا تايب لما انا اعمل سبميت للفور، هذه لا تعتبر نل، هذه تعتبر امتي سترينج. في فرق ما بين النل ما بين الامتي سترينج. الامتي سترينج عباره عن سترينج بس فاضي، النل هذا تايب مختلف. الان احنا حاطين في الفاليديشن رول انه انتجر، وبالتالي الامتي سترينج مش انتجر، فعشان هيك اعطاني ايرور انه انت بعت لي قيمه مش انتجر. لكن لما ضفت النلبل، لانه في ميدل وير في اللارافيل تلقائيا بتتنفذ انه اي حقل فاضي بتحوله لنل، فانا وانا حكي له هذا الحقل اعتبره نالابل، يعني بسمح انه يكون نال. ففي هاي الحاله الامتي سترينج هذا تعامل معه لانه نال، وبالتالي ما كملش باقي الفاليديشن رولز. عشان في بعض الاحيان بكون مطلوب مني حتى لو هذا الحقل مش مطلوب اضيف نالابل بشكل صريح له، عشان اتجنب انه يعمل فحص لباقي ايش الرولز. هذا اللي صار هنا. بشكل عام الفيلد ايش اعطتني؟ اعطتني معلومات عن كل حقل وشو الرول اللي صار فيها الفاليديشن. الايرورز اعطتني رسائل الخطا نفسها، كل حقل وشو رسائل الخطا نفسها. لارافيل فعليا كيف تعاملت مع هذا الكود؟ بمجرد ما صار في فيل هي راحت عملت ريتيرن ريدايركت. تكلمنا عن الريدايركت صح؟ بنعمل ريدايركت لصفحه ثانيه، بس هنا بنستخدم ريدايركت باك. redirect back
برجعه على الصفحة اللي كان فيها في الأول، يعني هو الريكوست من وين جاي، برجعه على المصدر تبع الريكوست. تمام. with errors، وبنبعث له هنا في الايرورز الاوبجكت تبع الفاليديتور. هذا اللي بتعمله اللارافيل بالضبط لما يصير اي اكسبشن، لما يصير فاليديشن اكسبشن اللارافيل بتروح تعمل ريدايركت باك مع الويذ ايرورز هذا، لانه لو بدونها تمام الفاليديشن شغال الان سيف، لكن رسائل الخطا ما ظهرت عندي هنا. لما اكمل احكي له redirect back with errors واعطيته الاوبجكت تبع الفاليديتور نفسه اللي انا انشاته، في هاي الحاله لما اجي نعمل submit حتظهر رسائل الخطا. هذا اللي بيصير تحديدا في لارافيل لما تعمل الكاش للاكسبشن، هي بتعمل خطوه الريدايركت هذه مع ارسال رسائل الايرورز بالطريقه هذه. فانت اذا في النهايه بدك تكتب نفس الكود هذا، فخلاص ارجع لمين؟ لاي واحده من الطرق اللي حكيناها فوق. لكن الحين بس هنا كتوضيح لفكره انه انا في عندي الفاليديتور اوبجكت ممكن اتعامل معاه بدون موضوع الاكسبشنز اللي حكينا عنه. تمام، اي واحده من الطرق اللي حكينا عنهم في النهايه بتعطيني الناتج اللي انا المطلوب. عشان نكمل في موضوع الفاليديشنز، لان احنا لاحظنا في عندي فاليديشن مسجز بمعنى ذا نيم فيلد از ريكوايرد. لو حاولنا نختار قيمه معينه او خلينا نضيف هيك بعض الاكسبشنز الثانيه، او احنا ما حطينا مينيمم قديش هنا 2 كاركتر، بدي اكتب هنا كاتيجوري من اسم واحد فقط، حتلاقوا رساله اختلفت طبعا. سيف ذا نيم ماست بي بتوين 2 و 255 كاركترز. لو مثلا البيرنت نفسنا سوينا عملنا اخترنا قيمه غلط، لو رفعنا الصوره هنا مثلا، لو رفعت ملف مش صوره مثلا، اخذت الملف هذا مثلا سيف، لاحظوا ذا ارت فايل ماست بي ان ايمج، انا مش رافع له صوره، ففينا هنا فاليديشن ايرورز. لان احنا ممكن نتحكم في هذه الفاليديشن ايرورز او المسجز كيف، يعني المسجز هذا كيف احنا نغير صيغتها. للتحكم بهاي الرسائل في عندنا عده طرق. تمام، اذا انا بدي اتحكم بشكل عام على مستوى كل الابلكيشن تبعي، بمعنى هذه الرساله تبع ذا نيم از ريكوايرد بديها في كل مكان تتطبق الرساله الجديده اغيرها، ففي مكان بيحتوي على جميع الفاليديشن مسجز. فعليا حنلاقيها في الكود في مجلد عندنا اسمه في الريسورسز فولدر اللي فيه الملفات الفيوز، بس فينا مجلد اسمه لانج. داخل اللانج حتلاقوا فيه مجلد للغه، حاليا فيش غير لي ان. تمام، بيحتوي على بعض الملفات حنحكي عنها لاحقا في موضوع اللوكلايزيشن، لكن مبدئيا ملف زي ملف الفاليديشن دوت بي اتش بي هيحتوي على جميع الايرور مسجز اللي احنا بنشوفها. كل هتلاحظوا طبعا هنا عباره عن اسم الفاليديشن رول وشو النص او الرساله تبعتها. هنا بامكانك تبدا تغير في الرسائل هذه بشكل عام، وبالتالي التغيير هيكون على مستوى كل الابلكيشن في اي مكان هتبدا هتظهر هذه الرساله، هتظهر لكل الابلكيشن. طبعا هتلاقوا بعض المتغيرات الخاصه، اي كلمه هتلاقوها بتبدا بنقطتين، هذا عباره عن زي فاريبل هيتم استبداله بقيمه. مثلا زي الفاليديشن رول تبعت الريكواير هنلاقيها موجوده تحت الريكواير، هاي الفاليديشن رول ذا نقطتين اتريبيوت فيلد از ريكواير، يعني هذه الرساله احنا بنشوفها دائما، وبيستبدل هو النقطتين اتريبيوت باسم الحقل. عشان هيك طلعت لنا الرساله ذا نيم فيلد از ريكوايرد، وهنا ذا ريكواير ذا فيلد از ريكواير، فصار يستبدل بس اسم الحقل. The art file must be an image. لو رحت على validation rule اللي اسمها image هلاقيها موجودة هان. هيا. The كذا اسم الحقل must be an image. بشكل عام انت في المنطقة هذه بتقدر تتحكم بالنص كامل. مثلا لو انا شلت هذه، مثلا لو شلت النقطتين attribute، انا شلت القيمة اللي بعوض فيها بالمتغير. الان مثلا مرة ثانية لو حمل هو اسم الحقل، لو انا رفعت صورة كمان مرة سيف ذا ماست بي ان ايمج، يعني الكلمة اللي انا حذفتها راحت.
بشكل عام انت زي ما حكينا بتقدر تتحكم في الرسائل من هنا. هل انت مثلا بدك تروح تعرب الرسائل، هنتكلم عن موضوع العربي او اللغات الثانيه في موضوع افضل ما انك تعدل هنا، نعمل ملف اخر لموضوع اللغه العربيه مثلا عشان اظل احافظ على اللغتين. لكن لو انت عندك موقعك واحد فقط وبدك تعمل، اكيد برضه لها حل هنحكي عنه هنا. بس نتكلم اذا انت بدك تغير بصيغه الرساله، بدك تغير بصيغه الرساله على مستوى الابلكيشن ككل، فالمكان هذا هو المكان المناسب، هذا الملف هو الملف المناسب انك تغير الرسائل على مستوى كل التطبيق. الان ممكن لا انا بدي اغير الرساله هذه فقط على مستوى هذا الفورم بس، يعني ما بدي اغير على مستوى كل ابلكيشن، بدي اخلي هذه الرساله بس في هذا الفورم تتغير. هذه الشغله بتتم سواء استخدمنا ريكوست فاليديت او ذس فاليديت او حتى استخدمنا الفاليديتور ميك، اي واحده منهم بيعطيني اوبشن اضافي دائما بعد الرولز، بيكون عندي اري دائما. وين بعد الرولز؟ يعني هنا مثلا بعد الرولز بضيف اري، بعد الرولز اللي هنا بضيف اري. هذه الاري فعليا احنا بنسميها المسجز، خلينا نعرفها فوق عشان تكون اوضح. ونعرفها هنا. بمعنى انا بستخدم مسجز، كمان لو انا استخدمت لك ال this validate كمان بامكاني احكي له ابعث له المسجز، حتى باستخدام الفاليديتور ممكن احكي له هنا مسجز. طبعا هي اوبشنال، لو انا ما مررتها حيستخدم المسجز الديفولت، انا مررتها ببدا اتحكم. الان كيف بنعرف المسجز؟ مثلا اسم الرول الريكوايرد بغير فيها الرسالة this field is mandatory، هذا اعتقد الرسالة بتحكي انه الحق الاجباري بس بصيغة ثانية، تمام. لان لو رحت انا عملت submit الرسالة تغيرت. لنحط اسم الحقل بستخدم نفس الفكرة، ذا نقطتين attribute هو البراء المتغير حيتم استبداله باسم الحقل بهذا الشكل. طب خلينا نحول هيك مبدئيا، بدي احول البيرنت اي دي او الديسكريبشن بدي اخليه ريكوايرد. لا لا ما كاينش صح جاب اي ذا نيم فيلد از مانديتوري، لان خليت الديسكريبشن كمان ريكوايرد حلاقي الرساله تكررت للحقلين، الديسكريبشن فيلد از مانديتوري. طيب انا مثلا بدي رساله الرساله تبعت الريكوايرد الخاصه بحقل النيم مختلفه عن رساله الريكوايرد الخاصه بحقل الديسكريبشن، هنا ممكن اجي احكي زي هيك مثلا نيم دوت ريكوايرد، يعني اسم الحقل دوت اسم الرول. في الحاله هلاقي الرساله هذه اللي انا عملتها فقط حتظهر عند الحقل تبع النيم، حقل الديسكريبشن رساله الريكوايرد تبعته حتضلها الديفولت. هنا استخدم الرسالة اللي احنا عرفناها، تمام، كبر الخط اذا مش واضحة، وهنا استخدم الرسالة الديفولت اللي هي في ملف اللانج. فانا عندي تو اوبشن عشان احدد المسج، اما باستخدام الرول كجنرال فبتصير كل الرولز هنا هتاخد هذه الرسالة، عفوا كل الريكوايرد مسجز رول هتستخدم هذا المسج، او على مستوى الحقل مع الرول نيم دوت ريكواير مثلا نيم دوت سترينج نيم دوت بتوين، اصير اغير في الرسائل هذه. فهيك احنا بنقدر نعمل كاستمايز لموضوع المسجز. هل الشغله هذه انا محتاجه مش محتاجه بيعتمد، انت بدك تعمل كاستمايز الامر متاح، ما تكش تعمل كاستمايز بدك تضلك على الديفولت اللي في ملف الملف اللي في اللانك، اكيد كمان الامر متاح لك. نص التوضيح هنعمل هنا مثلا زي رول الايمج هذه العامة، ده برضه مثلا should be an image، بغير بس في الرسالة هيك للتوضيح. نفس الفكرة لو رحنا عملنا براوز ذا ار فايل شود بي ان ايمج تايب، رسالة تبعت
بس عشان تشوفوا شكل الكلين مسج اللي حكينا عنها. لو عملنا هنا دي دي للكلين ودي دي لمين وللريكوست اول، نشوف الداتا اللي بترجع لي من ريكوست اول ونقارنها مع الداتا اللي بترجع لي من الكلين بعد ما عملنا عليها فاليديشن. تمام، الكود طبعا طول ما في ايرور مش حيمر وين عدي دي. لحظه قاعد اعمل ايش سيف، بس طالما في عندي اخطاء اكيد مش حيمر على مين، على السطر اللي تحت، لانه خلاص عمل اكسبشن وقف عنده وعمل عمليه ريدايركت. خلينا نضيف قيم مثلا سي اس اس او جافا سكريبت، انا مش عارف مين اللي احنا ضفناه. description script. نعمل سيف. لاحظوا البيانات اللي رجعت من الكلين هي البيانات اللي انا فحصتها. تمام، البيانات اللي رجعت من ريكوست اول هي جميع البيانات الموجوده، من ضمنها كمان يعتبر التوكن، تعتبر من ضمن البيانات اللي بترجع من الاول. لو انا استثنيت كتوضيح، لو انا استثنيت الديسكريبشن من عمليه الفاليديشن، حلاقي الكلين الان مش حيرجع فيها الديسكريبشن. فدائما الكلين حتحتوي على، يعني القيمه بترجع من الديس فاليديت هي القيم فقط الحقول اللي صار عليها فاليديشن، وهيك انا بضمن انه انا باخذ قيم من الكلين فاريبل هذا قيم فعلا صار عليها فاليديشن. كده بدك تقرا من الطرفين، اكيد انت ممكن هسه بدك الديسكربشن كده بدك تجيبه حتاخده من الريكوست مش حل. فالفكره انه انت سواء وانت بتخزن هنا تصير تحكي له انا بدل ما بدي اخذ ريكوست نيم ممكن احكي له الان ايش زي ما حكينا كلين نيم، متاح الامر لك. لو اخذته من ريكوست هو نفس الفاليو، ولو اخذته من الكلين هو نفس الفاليو، بس الفارق انه هذا صار عليه فاليديشن. هو فعليا صار حتى في ريكوست صار عليه فاليديشن، بس لما نيجي نتكلم على الديسكريبشن مش حنلاقيه. لما نيجي نحكي هات الكليم هذا تم استثناءه من الفاليديشن، فباجي احكي له هات الديسكريبشن من الكليم مش حنلاقيه، حيعطيني ايرور، حيقول لي انك فيش عندك اندكس اسمه ديسكريبشن. بشكل عام ممكن تضلك شغال على الريكوست اضمن انك دائما تحصل على الداتا، بس اذا انت معني تكون تستخدم داتا صار عليها فاليديشن ففي عندك اري بترجع من الفاليديت بتحتوي على هذه الداتا. خلينا نوقف الدي دي وخلاص.